اهلا ومرحبا بكل المحبين ومتابعيني على يوتيوب وانستغرام وفيسبوك وجميع مواقع التواصل الاجتماعي وتيك توك. دائما معكم من قلب الحدث من قلب العاصمة الأرجنتينية لننقل لكم أهم وأحدث الإنجازات الجديدة التي تقوم فيها الأرجنتين وأعطائها لمواطنيها. اليوم عيد الربيع، وبهذا عيد الربيع الجميل الرائع يقومون بتوزيع الزهور والورود والخضروات المجانية والمأكولات. انظروا إلى هذه الناس، أعداد الناس الهائلة الموجودة التي تقف في الصف تنتظر أن تأخذ هذه الأشياء الجميلة المجانية. طبعا اليوم يوم الثلاثاء بالتاريخ، اليوم عندنا يوم 21/9/2021 سبتمبر. معكم دائما من الآن من قلب الحدث من قلب العاصمة الأرجنتينية لكي تروا كيف الناس تقف وتأخذ هذه الأشياء المجانية من خضروات وفواكه وأشياء جميلة جدا رائعة كثيرة. دائما معكم من قلب الحدث لنقل لكم هذه اللقائح. وهناك أيضا في هذه الزاوية يقومون بتوزيع المتبة والسكر والرز والأشياء كثيرة جدا، هنا يقومون بتوزيعها. دائما معكم من قلب الحدث من قلب العاصمة الأرجنتينية لتروا وقائع أهم هذه الأحداث الجميلة الرائعة. انظروا معي، جنارة معي بأم عيني، كمية الناس الهائلة التي تقف بالصف، الناس التي تأخذ هذه الأشياء. دائما أقوم بنقل هذه الوقائع لتروا هذه الأحداث الجميلة الرائعة. دائما معكم، انظر بعينك وارحم بقلبك. شاهدونا وتابعونا دائما من العاصمة الأرجنتينية من أمام مجلس الشعب الكونغرس الأمريكي ساحة بلاسا كونغريسو. دائما معكم لنقل لكم هذه الوقائع والأحداث. طبعا أحب أقول للجميع أن الحكومة الأرجنتينية دائما تعطي الجميع كل ما يحتاج. لهذا السبب المواطنين الأرجنتينيين لن ولن يفكرون بالهجرة إلى دول أخرى، لأن ما يأخذونه في حكومتهم وما تعطونه الحكومة لن يجدوه لا بدول أوروبية ولا عالمية. انظر بعينك واحكم بعقلك، إنها الأرجنتين، إنها بوينس آيرس، إنها جنة الله على الأرض. انظر بعينك واحكم بعقلك. طبعا نحن دائما نقول لكم هذه الأحداث. طبعا انتم شايفين ان الفيديو هذا بدون قص وبدون مونتاج وبدون اي شيء، من قلب الحدث هيك مباشرة عم ننشر الدنيا. وبالإضافة لبعض الفيديوهات اللي عم ننشرها هي بتكون عبارة عن بث مباشر ايضا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. ممكن تشوفوا وتحكموا وتقدروا هذه الأشياء وتقارنونا الدول التي فيها، الدول العربية التي فيها اقتصادها جميل وقوي ويدعم بلادها، ماذا يدعم للمواطن؟ ماذا يعطي للمواطن هذا الاقتصاد؟ للأسف لا يعطي شيء، يعطي للحكام العرب الذين يستلمون البلاد يعطونهم الثراء ويزدادون ثروة فوق ثروتهم، طبعا على أكتاف الفقراء. والمواطن العربي الفقير للأسف لا يحصل على شيء، بل إنما يزيد فقره فقرا. هذه الحقيقة للأسف. ولكن نحن نرى هنا الآن بلاد الإنسانية والعطاء والخير والإنسانيين كيف يعطون هذه الأشياء ويقدمونها للمواطنين. انظر إلى الناس التي تأخذ، شايفين كل واحد يأخذ حصته يزيدونها لهم ويأخذونها. طبعا اي استفسار اي سؤال حول الأرجنتين يمكنكم وضع اسئلتكم في التعليقات للإجابة عليها. من قلب الحدث من قلب العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، اي سؤال اي شيء. طبعا احيانا بيكون عندنا ضغط في الأسئلة في صندوق الوارد، فنتمنى ان تنشروا اسئلتكم عبر انستغرام ارجنتين 20 او ارجنتين 201. لدينا صفحتين للسبب ان لدينا متابعين على صفحة أرجنتين 20 هو من داخل أرجنتين، وأرجنتين 21 متابعين أيضا من الأرجنتين ومن خارج الأرجنتين مشتركين. تابعونا وشاركونا وأعطونا رأيكم في هذه الأشياء الجميلة الفعاليات، وقارنوا وأعطونا مقارنة جميلة بين هذه الدول ودولكم أو الأماكن التي تقيمون بها، إن كانت دولا عربية وإن كانت أوروبية وإن كانت غربية وإن كانت أي دولتين أخرى. طبعا
في هذه البلاد تجد مستقبل لك ولأطفالك ولكل عائلتك، لأنها بلد تحمي الجميع، تتسق في قانون وقوانينها جميلة ومنطقية وعقلية، فليس كما باقي الدول العربية تجدون أن ليس كما باقي الدول الأوروبية عفوا تجدون أن حينما أنك توبخ طفلك أو تضربه أو أي شيء يقومون فوريا بدون إنذار بدون أي شيء يقومون بنزع وأخذ طفلك منه، بل بالعكس هنا يقومون بتنبيهك وتوجيهك ويضعون لك مصلح اجتماعي يراقب حالتك وحالة طفلك ويوجهونك كيف تقوم بتربية طفلك. وفي حال كررت هذه الحالة مرة واثنتين وثلاثة وجدوا عليك أكثر من شكوى أنك تضرب طفلك وتؤنبه وتوبخه وما شابه إلى ذلك، يقومون بتحويلك إلى طبيب نفسي يراقب حالتك وحالة زوجتك في حال إذا كنتم مختلين عقليا أو بكامل قواكم العقلية. فإذا ثبت أنك بكامل قواكم العقلية لا يأخذ منك طفل، بل يتابعون عن طريق مصلح اجتماعي يتابع حالة طفلك، لا يحرمونك من طفلك كما تفعل الدول الأوروبية. للأسف هم الدول الأوروبية ليس لديهم منطق في هذا الحال، فكيف لهم أن يحرمون طفل من أب وأم والعكس صحيح؟ فهنا يتبعون ويأخذون منطق وهو المنطق العقلاني، ولهم سياسة في التفكير مختلفة عن باقي الدول الأوروبية ومتقدمة أيضا عن باقي دول أخرى، فهم يتابعون الحالة ويبقون على محور أن تكون عائلة جميلة وتواصلون أن تعيشوا بأجواء عائلية جميلة، لا يحرمونك من طفلك لأسباب غير وجيهة بمجرد أنك ضربت ويأخذونها منك، لا، هذا عقاب شديد. هم يضعون لك مصلح اجتماعي، يوجهونك، يعطونك الإرشادات، يعطونك النصائح كيف تعامل ابنك. وشكرا لكم وشكرا للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.